متابعينا الكرام في الأردن، أصدرنا أوقاتكم بكل خير. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة ونهار يوم غد. هذه الليلة يكون الطقس باردا بوجه عام في مناطق مختلفة من المملكة، مع استمرار ظهور كميات من السحب العالية. الرياح تكون خفيفة متغيرة الاتجاه، لكنها تتحول أحيانا إلى جنوبية شرقية، تكون ما بين المعتدلة إلى نشطة السرعة، ويزيد ذلك من الإحساس بالبرودة. نهار يوم غد يتوقع أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام، لكن بقليل، وتكون هناك انخفاض متوقع على درجات الحرارة الملموسة. تغطي السماء كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية على فترات، ويحتمل هطول بعض من الزخات المحلية من الأمطار بمشيئة الله تعالى في بعض المناطق. هذا وتبقى الرياح ما بين جنوبية شرقية وجنوبية غربية، تكون معثرة السرعة لكنها تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية بمشيئة الله تعالى. أما في خليج العقبة فتكون الرياح جنوبية ما بين معتدلة السرعة إلى نشطة على فترات، وهذا الأمر يتسبب أن يكون البحر متوسط ارتفاع الموج، وتبقى درجة الحرارة أو درجة حرارة سطح مياه البحر 25 درجة مئوية. أترككم الآن مع درجات الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة والعظمى المتوقعة نهار يوم غد في مدن ومحافظات المملكة.